قال لي شوف راه غتركبي نهار فلان الفلاني، فرحت بزاف. هي تقول لي امي شتيها انت، الله غيحقق لك الاميه ديالتك، بعدا انت كنتي تحلمي بزاف بنياتك، تقدري تمشي تما ديري تجمعي شويه الفلوس باش تستقريتي بنياتك. بس عام داك الشيء ما لقيتش داك الشيء اللي بغيت، لقيت التماره ولقيت الغوط والصداع. حنا جينا مني جينا باغي نتقيدوا، تسحبوا زعما غنعرفوا شحال الثمن وشنو غنخدموا بشحال غنخدموا وشحال نجلسوا وين بلاصه غنخدموا فيها. من المغرب جينا ما قايلين لينا والو، جينا لهناك نفس المشكل. جايين حنا اصلا جايين فرحانين وما عرفناش باننا غنجيو نخدموا كيلوات، وتصدمنا في بزاف تاع الحوايج. خاصك تجيبي بزاف ديال الصنادق، ما خاصكيش تجيبي ديك 20 ولا ديك 16. ملي كنجيبو لهم 20 كيقول خاصك تجيبي 30. ملي توصلي ديك 30 وخا بالزمن انك ما كتقديش، كتعاودي ثاني تحاولي تجيبي ديك 40. مرضت واحد خيتي طاحت عندهم، تلقاو ما بغاو كاع يدوا حدهم، مردوها للبيت فين السكنه ديالتنا في الناعسين. انا مرات شحال من خطره ما كاينش اللي يدير، وكيشوفك وجهك مجيفه ومريضه ما كاينش واحد نرس. كانت واحد القنبه ما شتاش وطحت على ركبه التجاريه، داك الجهد كله على هذه الركبه، صافي ما بقيتش قاده ندير. وجلست بحال هكا قال لي لا ما عندكيش الحق تجلسي. المهم واخا ما يعني التحرش شفتو انا بعينيا. المهم هو تيخلى الخدامه في الفينكا وتيجي يدخل عندنا البيوت، تيحل الباب وتيدخل عليك البيوت. كنعرف واحد البنت كانت عاودت ليا عانات مع هاد السيد هذا اللي كان خرجنا من الخدمه، عانات معاه كثير، عاودت ليا صافي ومشات للمغرب. عاودت ليا بزاف ديال الحوايج، انه كيتحرش عليها وكيخلي هذوك الاخوات يمشوا للخدمه ويجي يدق عليها، تيقول لها زعما بزز منك خصك تنسي معايا. قال لينا زعما بيتو الخدمه ترافاخو الكاما كنعاد فيها هكا زعما، وقال لصاحبتي باش تجي عنده تجلس ليه هنا. بزاف العيالات تعرضوا للتحرش وكاملين ما اغلبيه ما قالوش على التحرش على قبل الخدمه ديالهم باش يبقاو خدامات. كنكونوا ندوشوا كنخرجوا نلقاو جالس في الكرسي، ما كاينش الاحترام فهمتي. حنا بالنسبه للبلد ديالنا اسلامي ما مولفينش بهذا الشيء، وهو تجلو تلقاو جالس عادي ما عنده سوق ما عنده غراض. ولي قلت له هذا الراجل اللي كيتبسل على البنات، قالت لك لا باش عرفتي ورا الخدمه هذه خاصك يتبسل ولا يزعطر، شوفي وسكتي وخدمي. يجي واحد من المغرب ويطيح بالقايمه ديالو، حنا جينا نخدمه، جينا باش ندو لوليداتنا طريف ديال الحلال، ماشي جينا للفساد ولا جينا شي حاجه. اللي بغيت نوصل ليه هو هذا الشيء ما يتكررش عام اخر بالنسبه لينا حنا ولا بالنسبه للبنات الاخرين اللي غيجوا العام الجاي ان شاء الله. ما يتكررش هذا الشيء، ما يكونش هذا الشيء ديال التحرش، ما يكونش هذا الشيء ديال الخوف في الخدمه، ما يكونش فهمتي، يكون شويه الاحترام، تكون الفلوس ديالنا هي هذيك، ما ينقصونا لا في السوايع لا في حتى حاجه.